السلام عليكم، معاكم الخطوة الثالثة إن شاء الله. هنخش نعمل دلوقتي السيت اب. احنا كنا عملنا المش في الخطوة اللي فاتت، فتعالوا نبتدي كده مع بعض في خطوة السيت اب. المفروض إن هو هيبدأ يحمل في الكونسول، إن هيبدأ يحمل المش بتاعي. تمام، انا هنحل بريشر بيست ابسوليوت بلانر ستيدي، بس هندخل الجرافيتي، ومهم جدا هنا عشان الجرافيتي فورس تيرم اللي موجود في المومنتوم ايكويشن اللي هو البوينتس تيرم. هنفتح الانرجي عشان درجه الحراره، والفلو التيرمنس موديل بتاعنا قلنا هيبقى كي ابسلون ستاندرد، ونحط الفول بوينسي افكت. ماشي، ونعمل اوكي. ماشي، بعد كده الماتيريال نختار الاير، نختار بوسونسك. ماشي، ونخلي دي 1 2 5، ونخلي الفيلوسيتي الفيسكوستي مثلا 8 5، دي عند درجة حرارة 25. والثيرمال اكسبانشن هو نفسها، لو جبنا الكالكوليتر كده هي نفسها الواحد على التي ريفرنس. التي ريفرنس عندنا بالكلفن هي 298 كلفن، فواحد على 298.00335، يعني 0.00335 6. تمام كده، دي اللي هي واحد على كلفن، واحد على الريفرنس تمبريتشر. نعمل تشينج اند كرير ونقفل. بعد كده السير زون كونديشن، نختار الجيومتري، كان نختار اوبريتنج كونديشن في كلفن. ماشي ماشي ماشي، ونعمل اوكي. بعد كده الباوندري كونديشن، الالت هيبقى نورمال نورمال دو باوندري، والماجنيوت بتاعنا هيبقى 0.0556، والثيرمال هتبقى درجة الحرارة 288.3 كلفن، يعني 15.3 سليزيز. الاوتلت هنسيبه زي ما هو، زيرو جيج بريشر. ماشي، والثيرمال نخليه اوكي 300. الوولز هيبقى ستيشنري ونو سليب، والثيرمال اللي هو ايه ادياباتيك، يعني هيت فلكس بزيرو. الهيت سورس هيبقى ستيشنري نو سليب، والثيرمال هيبقى المفروض ان الهيت سورس ده هيطلع 300 واط. فلو حسبناها بالكالكوليتر كده، وانا هعتبر ان الدبس بتاعي 1 متر، فبالتالي ماشي هيبقى يعني هقسم على المساحة، المفروض 300 واط على الطول ده بواحد 0.125، وده 1.125، والطول الصغير اللي هو العرض ده 0.015، يعني مجموعهم على 2.4، والويتس بواحد يعني 125. فهنحط هنا 125، لو ضربناه في الطول ده ونعتبر ان الويتس بواحد هيدينا 300 واط. ماشي، ونعمل اوكي. بس كده انت فيش دايناميك مش، وما في والريفرنس فاليوز احنا مش محتاجينها في حاجه. دي اللي هو دي اللي هي لو انت هتحسب الليفت كوفيشنت او دراج كوفيشنت او بريشر كوفيشنت، دي اللي هي الدايناميك بريشر في الاريا، اللي هي نص رو في سكوير في الاريا. طبعا احنا مش محتاجينها هنا، فمش هستفاد منها في حاجه، فمش مهم. خلاص انا كده خلصنا خطوه السيت اب. ان شاء الله الخطوه الجايه هي الميثود السوليوشنز، اللي هي النيوميريكال ميثود بمعنى صح، وازاي نحدد وازاي نعمل انشاليزيشن، وازاي نحدد عدد الايتريشنز اللي هنحل عليها. نتقابل ان شاء الله الفيديو